عندي ادي نص كيلو فراخ انا احطه مكان اللحمه. سهل قوي ان انا احط اللحمه مكان الفراخ مكان اللحمه، لكن الاصعب ان انا اعكس، ان انا اكون ضربت الفراخ الاول وبعدين احط اللحمه، ده اللي مش هيبقى حلو. خلاص عندي الثوم الباودر والبصل الباودر اهم اهو، وطبعا البابريكا، وعندي ربع معلقه السماق، وادي بابريكا. خلي بقى الطماطم والحاجات دي خلاص انا مش محتاجاها، احنا اتفقنا ان بس انا هاخد فصين ثوم بس مع الطماطم مع البرجر فريش. بصوا بقى احنا اتفقنا ان الفراخ ممكن احط التوابل اللي انا عايزاها، اطحن كله عندي بقى 3 معالق الميه، خليني اخدهم من هنا. اثنين ثلاثة، ده عامل خليط معايا قوي عشان ما احسش بان ده فيه قطع فراخ ولا حاجة. اول ما تطلع هحط ملح وفلفل، اجيب طبق وبعدين خلاص كده الفراخ تمام اهو في طبق هنا. بسم الله، واشيل كده وابدا احط هنا في طبق ادي بتاعه الفراخ. بصوا معجون ازاي عامله ازاي اهي. انا بس هنا زودت البابريكا شويه فمدياني اللون ده. بصوا شايفين القوام. هنبدا بقى ناخد في نفس الفكره اللي احنا عملنا فيها البرجر بتاع الفراخ. اولا احنا ممكن نعملها على ايدينا اساسا، بس بقى محتاجه ان انا لازم تسقع، لازم تدخل الفريزر، لازم تدخل فريزر. خلاص ممكن نخلط وراك مع صدور، الوراك قطره وممكن نخلطهم مع بعض. خلاص يبقى برجر الفراخ مثلا جنب اللحمه اهو.